يا سلام على النظافه، يا سلام. ترارارارارام بارارارارام. انا شاطر. ايه ماذا؟ اه ايه كورونا؟ لا مش كورونا، مش كورونا، عشان مي ساقعه. اه مي ساقعه. ليش؟ انا بحبك يا فوفو. ايه يا فوفو؟ مالك خايف؟ معي سبب. انا بقول لك روح كده. استاهل استاهل. استاهل. قومي يا عم احمد، قومي. ايش مالك خايف؟ بتطمع عني الصبح حتى استاهل. استاهل تستاهل. تستاهل هي، وهي تستاهل عشان خايفه مني. بتقول لي معي مع كورونا. طب معاك كورونا. عطسوا علي كورونا كمان. انت بالكورونا؟ لا 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 لا، مش كورونا. مش كورونا. مش علي. مش مع كورونا. استني شوي فوفو، استني شوي. خليني اركز، خليني افكر. قربي لهون، قربي لهون. خليني افكر. انت كمان بتصدقها انه انا ما مع كورونا؟ انا قرات بالانترنت اللي عنده كورونا لازم يكون قاعد بالتخت وعيان ومش قادر اوقف عجريك. واقف عجريك مالوش كورونا، مالوش شيء. لا بس عدتها. امي حاجات لي المعكرونه بحطوا فيها بنضاره وشويه جبنه. ايش اللي بفهمنا؟ ايش المعكرونه؟ ايش اللي بفهمنا؟ انا بشوف هلا واحد مختص. ايوه اللي يفسر لنا بالضبط ايش هي الكورونا. ايوه وايش الخطورات تبعونها. ايوه وكيف بينفع نعرف مين عيان بالكورونا ومين لا. صفر لك من الصف. اقعد هون عشان اجيب. اقعد هون. يا دكتور عازم. تعال هون دكتور حازم. دكتور عازم. حازم مش عازم. حازم انا ميت. عازم. مرحبا. اهلا يا دكتور. يا دكتور يا هلا. اهلا يا هلا. كيف حالك دكتور؟ اهلا اهلا. تفضل دكتور. يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل دكتور. عن جد دكتور طلع؟ عن جد دكتور؟ كيف عرفت؟ صيدلي. لبس زي الدكاتره. اها صيدلي. قلنا صيدلي. ايش عندك كمان واحده زي ها؟ بجيب لك. بجيب لك دكتور. ايش الفرق بين دكتور وصيدلي؟ دكتور هو دكتور والصيدلي بيعطينا الدواء. حلو حلو. انت فهمت ايش اللي حكاه؟ لا. طب اهدى اهدى. اسمعني دكتور. انت بتقول لي هاي بتقول لي معي مع كورونا. كورونا من الصبح. انت لا ممنوع نخاف من اللي عندنا. ممنوع؟ ولا لازم بس ناخذ حذرنا. ناخذ حذرنا. كيف يعني؟ يعني اولا الكورونا هي فيروس عادي. عادي زيها زي الانفلونزا. كلهم بيقولوا بالاخبار مخوف مخوف. اه بيجي الجرثومة هيك بتتعضى. صحيح مظبوط، لانها هي اخطر من الانفلونزا العاديه عشان اعراضها بتكون اخطر من العادي. هي نفس الاعراض تاعت الانفلونزا بس تكون شوي اكثر. طب طب ايش نسوي عشان ما تجيش؟ نضربها هيك بوكس صح؟ بوكسين. بوكسين. هات المره جات لي مع كورونا وحده مسكت عصرتها زي الليمونه خبطتها هيك طيرتها في الهواء اجت عبوزها. هذا هيك طيرتها على الصين. ليش ما تهدوا وتخلوا الدكتور يحكي ويفسر لكم ايش هي الكورونا وايش اضرار المرض؟ كيف ناخذ حذرنا من المرض؟ خليه يحكي. شفت بالاخبار؟ لا هو بيعرف احسن من الاخبار. بالاخبار مش دائما بعطونا الشغلات المضبوطه، في امرض شغلات خاطئه بالاخبار. قدامك زلمه بفهم خليه يفسر. خلصنا. تفضل دكتور. احنا الاخبار. قول لهم دكتور، قول لهم. فيروس الكورونا هو فيروس زي فيروس الانفلونزا زي البرد العادي اللي بيكون عندنا على مدار السنين. بس شوي بيكون اصعب السنه الجاي، اصعب واكثر شراسه من الفيروسات العاديه اللي كانت موجوده. ممكن انه يصيبنا بسعال شديد. سعال؟ سعال احا. اه بس اسا لما يقح لازم نحط ايدنا على كمامنا. فانا راح مصابر بتقح مش تقح. بالضبط. حط ايدك. طيب 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 هاي الدكتور بعلمني. لما نقح لازم نحط ايدنا على كمامنا او على ايدينا او نقح محل اللي ما يكونش متواجد فيه حدا. ليش؟ لان الكورونا هي فيروس تنتقل من واحد لواحد، يعني تعديك بواسطة تنشر هيك الأشياء اللي نطلعها منه. أخبار كتير ناس حاطين كمامة على دمه. مش الكمامة هاي، أنا ولا مرة شفتها. الكمامة مش كثير بتساعد 100%. الكمامة وظيفتها أنها تمنع أنك أنه يفوت عن طريق الثم. بس ممكن أنها تفوت عن طريق العيون وعن طريق الأنف. في معك كمامة تورجينا دكتور؟ آه طبعاً معي كمامات. وجبت كمامة لكل واحد. لكل واحد؟ لكل واحد كمامة. واو شكراً. حطها يعني؟ واو كيف هاي؟ كم حطوها دكتور؟ كم حطوها دكتور؟ أنا مش شايف دكتور. هاي كمامة خربانة دكتور. هاي كل واحد حطها بجهة. هيك؟
كمان هيك عجب دكتور مش برمسي. لا لا بالمره مش هيك مش هيك. اكيد انا احسن انت بقى اضبط واحد دكتور. لازم نغطي كمان المنخار. لازم نغطي المنخار. واللي منخاره كبير زي كيف منخار الاستاذ استاذ. لازم احط كمامتين. انا طيب انا يعني انا ما امرضش وهي لازم احط كمان عطايه هيك. اهم شيء استنى يفسر لنا كيف بحطوها. اهم شيء انه نعرف انه هاي الكمامه مش طبيه 100% يعني ممكن انه يفوت فيها كل الفيروسات الموجوده. هاي مش راح تساعدنا 100%. الكمامات اللي ممكن تساعدنا 100% هي الكمامات اللي بيلبسوها الطاقم الطبي اللي بتكون 100% مع البرنس على كل الجسم. على كل الجسم. ليش؟ لان هاي لما تحطوها على فمكم مع الانف الدينار بيحطوها على المصابه. البرنس حط على البرنس حطها. ممكن يفوت كمان عن طريق العيون اذا حدا عطس مثلا عم مصابه لسه بعطس ممكن يفوت عن طريق العيون. ولا اذا حاطته ما بتطلعش. بتطلعش بس هي مش 100% انت بتتنفس من خلالها. هي هي عشان هيك هاي مش زي فوش 100% بالضبط. اهم شيء كمان العطس انه واحد تبعد عنه عم مصابر 100% هيك. اها وانا استاذ وانت 100%. طيب تعال العين كمان هلا عشان نكمل نحكي مع الدكتور. لا حلو حلو الكلام. تقدرك معك كمامه؟ طب ورا تضل معك. يلا اسا اشي ثاني هو المعقم. هي صاحبه هاني اجا هاني وين هاني؟ اشي ثاني فغير صاحبه هاني هذا. طيب اهم اشي نستعمل هي هي عصير هذا. لا مش عصير دكتور اغراضه تمسكش اغراض الدكتور. ايش هذا دكتور؟ لحظة بدي اعقمه لانه مسكه. قلت لي إسا هذا كل ما نلامس حدا اللي كان عنده او ان بنشك انه مريض او عنده سخوني او حكينا انه كان مسافر على الصين او كان مسافر او بنشك انه عنده اعراض مثلا ساخن بكح مريض دائما بعد ما نلامس. شو اسمه هذا المعقم دكتور؟ معقم الكوجل بيكون في كحول معقم على اساس انه يقتل كل الجراثيم اذا لمسنا اسطح او شيء اللي بيكون فيه فيروسات انه مفضل انه لا. هذا عندي خطه. عندك كورونا دكتور. يعني هذا انه اول شيء عشان ما يجيش هذا لازم نسوي قح 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 هيك ما نحطش على هاي او نحط هيك كمامه هذا. وهذا اذا انا كنت العب بالالعاب وهيك احط هيك واسوي هيك بالضبط. هسه اذا بدك تكون جابولي اذا بدك تكون 100% قبل ما تلامس اي سطح او لعبه او كنت بمحل بفضل انك تنظفه هيك بكون 100%. عم زبر ركز استاذ استاذ. هذا كمان هاي كمان في معقد تعقيم الاسفاف الاسطح او ايوه الاسطح هاي سطحك معقم. انا هذا الاستاذ الدكتور. انا بتشكرك جدا دكتور على حضورك. ايوه وانا بتشكرك على وانا جننتو جننتو اعلى دكتور بالعالم. احسن دكتور. ايوه منيح اللي قلت لي هلا بطلت اخاف. وانت يا اولاد وانت يا اولاد ما تخافوش زي ما حكى الدكتور سووا او الا ودير بالكم لما قح قح هيك بتسووا لما هذا هداك. طيب انا عم بطابر انا جيت لهون يا ولدي حلوين بحبه كثير. اكبسوا سبسكرايب ايوه وعلى الجرس كمان وعلى الدائره لاخر الفيديوهات. بحبكم الى اللقاء. مصابر برسم على الضفاطس الاولاد بيحبوني وبينادوني شاطر بحب اكل محشي.